ريال السعودي راح نشوف مين نجم هل ليه نشوف مين. مرحبا رمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بألف خير. انا بصيحاته وسؤالي لكم الليله، انا كنت مشترك في احدى البرامج الغنائيه على قناتنا المميزه ام بي سي، راح اعطيكم ثلاث اختيارات وانتم اختاروا: عرب سكوت تالنت، ذا فويس، عرب ايدل، وان شاء الله الكل فايز الليله مع مصطفى الاغا. تحياتي. والسؤال من قصيحات، وتحياتنا لخصي ولا ابو ولا كل العراقيين. باي برنامج شارك قصي حاتم؟ ذا فويس ام ذا فويس؟ مشان 1000 ريال تاخذوها. يلا اعطيتكم ثلاث احتمالات. منيح يضحك يوسف يضحك. افين ما شاء الله، افين ما شاء الله ضحكتك كيلومتر يا افين. اعطونا افين يا شباب من العراق، تضحكين ها تضحكين، وقت الخجل الان. افين ايوه مرحبا يا ايمن. هلا شلونك؟ الحمد لله بخير تمام. ليش تضحكين؟ مو ذا فويس. ايه يعني ساعدتك ولا ما ساعدتك؟ ايه تسلم ابو الكرم انت. ايه انت وين قاعده في العراق؟ كردستان العراق. والنعم فيك والنعم فيك وكل اهلنا في كردستان. صار لك ساعه تطلعي حدا. مين قاعد معك بالغرفه بعد؟ مين اهلك؟ اخوتي. طلعيهم طيب، يطلعون ولا ما يطلعون؟ ما ادري والله يطلعون لو لا. خايفين لو لا؟ هاتوهم يلا طلعيهم. تعال يلا تعال يا ابن الحلال، تعال يلا هاتي. تعال يا ابن الحلال تعال. ايوه حتغني؟ بتعرفي تغني بعد؟ لا ما في داعي. مين؟ لا خلاص ما في داعي. اهلا مين؟ مرحبا ابو كرم. هلا بالشيخ. كيف احوالك؟ هلا منيح شو اخبارك؟ ان شاء الله تمام. الله يخليك. ننسى البرنامج ونقعد. شو اخبارك؟ شو اكلت اليوم؟ قلت تمن ومرق. تمن تمن. انت اخوها ولا زوجها ولا شو؟ لا اخوها. والنعم كيف سند ولا منك. مين يعز انت؟ عاده الشباب مزعجين، تقومي جيبي لي وتعاملي لي وطعميني واغسلي لي ها؟ والله اسالها. لا شو؟ لا بالعكس. شو تساعدها الان بالاسئله ولا ما تساعدها؟ ان شاء الله. اسمع بنقدر عليه بنقدر. كم حسك بسمك المسقوف؟ بالسمكه الله اعلم. برافو عليك. صح. يا اهلا وسهلا. اذا رح نشوف وين شارك قصي حاتم في برنامج ذا فويس. قصدي هم بيني وين. خلينا نسمع الجواب. ذكرتك والسما مغيمه، ذكرتك والسما مغيمه وعليك الروح محتاره. جاوب طبعا بي ذا فويس وبنشوف انتوا جاوبتوا صح ولا غلط. لا